حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور، كيف لقطر أن تتاجر بقضية العرب، القضية المركزية؟ علامات تعجب واستفهام كثيرة تشوب العلاقات الثنائية التي تجمع قطر وإسرائيل، والتي باتت طبعا واضحة للجميع، في ذات الوقت تدعي دعم القضية الفلسطينية. كيف تستغل قطر الجمع بين كل هذه المتناقضات لتنفيذ أجندتها؟ في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأحييك وأحيي مشاهديك الكرام في كل مكان. واقع الأمر أن ملف العلاقات القطرية الإسرائيلية إنما يجسد بجلاء سمت التناقض الذي يخيم على السياسة الخارجية القطرية. نعم. فقطر من جهة وعبر منابرها الإعلامية ممثلة في شبكة الجزيرة تحاول أن تصدر للعالم العربي والعالم أجمع بأنها حاضنة القضية الفلسطينية وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بينما هي في واقع الأمر استغلت القضية الفلسطينية وتاجرت بعروبتها وكونها دولة مسلمة من أجل التودد إلى الكيان الإسرائيلي في محاولة لتوسل دور إقليمي أو مكانة عالمية. نعم. قطر تراهن على علاقات مع إسرائيل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ومؤتمر مدريد للسلام، وإسرائيل تقرأ النوايا القطرية للتمرد على محيطها الخليجي والعربي والإسلامي، ومن ثم بمجرد وصول الشيخ حمد إلى الحكم في قطر بعد الإطاحة بوالده عبر انقلاب احتضنته إسرائيل، وتم التواصل بإنشاء مكتب رعاية مصالح إسرائيلية في قطر عام 1996، ثم الزيارات المتبادلة بين رئيس وزراء إسرائيل والشيخ حمد ومسؤولين قطريين وإسرائيليين بعد ذلك. وبدأت قطر تروج للرؤية الإسرائيلية للتعاطي مع القضية الفلسطينية، تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني، دعم الانقسامات بين فتح وحماس، استضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وفي ذات الوقت الترويج لحل دويلة حماس في قطاع غزة. لعبت قطر دورا خبيثا للغاية ووظفتها إسرائيل أملا في أن يكون لها دور إقليمي. عشمتها إسرائيل بأن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة سيخدم مطامع قطر، سيساعد قطر على الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. بدأت تسلخ قطر من محيطها الخليجي والعربي، وبدأت تفهم قطر بأن عدوها داخل الخليج وداخل العالم العربي وليس هو إسرائيل. ومن ثم باعت قطر نفسها إلى الجانب الإسرائيلي، وكان الثمن هو القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك. نعم دكتور، طبعا قطر خرجت من نطاق الاحترام السياسي، حيث باتت اليوم قطر نقطة التقاء لكما يقال مثلث حزب الله الإرهابي، الاحتلال الإسرائيلي، وجماعة الإخوان طبعا المسلمين. كيف يمكن أن نفسر اليوم ذلك في ظل المشروع القطري الذي يهدف إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة، والقائم طبعا على ضرب استقرار وأمن الكثير من الدول؟ حينما ارتضت قطر لنفسها أن تنسلخ عن محيطها الخليجي وتنأى بنفسها عن حضنها العربي الإسلامي، باعت نفسها لقوى إقليمية ودولية، لإسرائيل وإيران والولايات المتحدة وتركيا، بحثا عن دور، بحثا عن أمن تشعر أنها تفتقده، لأنها للأسف سكنت نفسها ضمن منظومة وهمية من الأفكار تسول لها بأن جيرانها العرب والخليجيين هم أعداؤها وليس إيران وليس إسرائيل. ومن ثم انبرت قطر تنفذ ما يملى عليها من تعليمات سواء من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. الولايات المتحدة تريد ضمان الهيمنة على المنطقة، وتريد لإسرائيل وضعا آمنا ومهيمنا، والأداة لاختراق المحيط الذي يحيط بإسرائيل كانت قطر نقطة الضعف في العالم العربي وفي المنظومة الخليجية. ومن هنا بدأت قطر تنفذ ما يملى عليها من تعليمات في محاولة لضمان أمنها ومسعا منها وأملا في أن تجد لنفسها دورا إقليميا. وبناء عليه لم يعد لدى قطر ثوابت، القضية الفلسطينية، العمل العربي المشترك، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذه الأمور لا تشكل ثوابت بالنسبة لقطر. ما يهم قطر هو الحصول على تضمينات أمريكية وإسرائيلية بأمن من دول تظن. اسمح لي دكتور، كيف يمكن لقطر اليوم أن تتحرر من هذه الخيوط، الشبكة العنكبوتية
علاقاتها بإسرائيل، علاقاتها بالإخوان المسلمين، دعمها للإرهاب وداعش وغيرها من هذه الحبال، في مقابل هناك 13 مطلب يجب أن يعني أن تنفذها قطر لتعود مرة أخرى للحضن العربي من جديد. يجب على قطر أن تتحرر أولا من الأوهام التي تسكن بداخلها. نعم. تتحرر من وهم أن جيرانها العرب الخليجيين هم أعداؤها ويطمعون فيها من أجل السيطرة عليها وابتلاع ثرواتها. يجب أن تتحرر من هذا الوهم. يجب أن تتحرر من وهم أن إسرائيل دولة صديقة يمكن أن تساعدها على أن تكون قوة إقليمية مهمة. نعم. يجب أن تتحرر من أن تكون تابعة وأداة في يد الولايات المتحدة وإيران وتركيا. يجب أن تعي جيدا أن أمنها يكمن في أمن جيرانها وأشقائها، ولا يمكن للأمن القطري أن ينفصل عن أمن جيرانها ومنظومتها الخليجية والعربية. على قطر أن تعي جيدا أن اللعب بالنار لابد أن يحرق من يلعب به. نعم. دعم الإرهاب، استضافة عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتوظيفهم من أجل الإضرار بأمن الدول الشقيقة والمجاورة، كل ذلك لابد أن يطال قطر في نهاية المطاف. وعلى قطر أن تعي الدرس جيدا، كم من دولة وكم من نظام حكم وظفتهم أمريكا وإسرائيل لخدمة أهدافها، وبمجرد انتهاء المهمة والقيام بالدور المطلوب تم التخلص من هذه الدولة أو ذلك النظام. على قطر أن تعي جيدا أنها ترقص على رؤوس الثعابين، وأنه لا أمان لقطر ولا دور إقليمي لقطر إلا من خلال المنظومة العربية الخليجية الإسلامية. نعم. إذا ما وعد قطر ذلك جيدا وتخلصت من الأوهام التي تهيمن عليها وتسكن بداخلها، أعتقد أنها ستتجاوب مع المطالب الخليجية من منطق الالتزامات العربية والإسلامية. نعم. ودول الجوار. نعم، من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.